تتواصل أشواطنا باستمرارية جميلة في سن الحقائق عبر أثير شاشة دبي ريسنج. مشاهدينا متابعينا الكرام في تواصل أشواط الحقائق في هذا الصباح الجميل والانطلاقات الرائعة على أرضية هذا الميدان. ينطلق الشوط 19 في انطلاقات هذا الصباح الجميل وهو الخاص بالأبكار الحقائق، يحمل شعارات ويحمل أعداد ونجومية كبيرة في عالم الصغار، ويا مجمل الرقص مع الصغار دائما في هذه الانطلاقات والتحديات. نسير مباشرة مشاهدينا الأعزاء هناك، ننطلق مع هذه المراكز المتقدمة مع المراكز المتقدمة هناك تسيطر معزة على مقدمة الشوط. محمد بن غدير بن عبيد الكتبي على المركز الأول، تليها في المركز الثاني الضبي مطر بن عتيج بن مطر القبيسي على ثاني المراكز. أما المركز الثالث فتتواجد في كدرية، تعود ملكيتها العامر بن حمد بن عفصان المنصوري في هذا الانطلاق. المركز الثالث الرابع، رابع المراكز الدخول والانطلاق من هذه الأسماء. المركز الرابع وصلت الشاهينية عبد الله بن سالم بن حماد الكتبي على هذا الانطلاق، وهناك الوصول في مسار هذا الشوط والتحديات. شوف الأسماء، النصيبة، النصيبة سالم بن حمد بن يطبع العامري تحركت في هذه اللحظات ووصلت إلى المركز الخامس. المركز السادس، هناك الدخول على سادس المراكز، والمركز السادس مزن العبد الله بن عبيد بن علي الوهيبي، والمركز السابع من الجانب الآخر تدخلت هملولة منصور بن أحمد بن علي السبوسي، والدخول من شعار بن نصرة في هذه اللحظات، وتواجد اللي هي محنة مبارك بن محمد بن نصرة العامري، والمركز العاشر شعار بن حلوكة القادم في هذه اللحظات مع خطيرة وحمد بن سالم بسعيد بن حلوكة. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. هذا مسار هذا الشوط وتحدياته في صباح هذا اليوم. تتقدم العودة إلى الضبي بالمركز الأول مطر بن عتيج بن مطر القبيسي تقود مسار هذا الشوط. المركز الثاني تحركت خطيرة، حمد بن سالم بسعيد بن حلوكة على المركز الثاني، والمركز الثالث ثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء عامر بن حمد بن عفصان المنصوري في المركز الثالث في هذه اللحظات مع كدرية. ولكن شوف الدخول السريع، شوف الرقص السريع في الأمتار الأخيرة. مطنوخة وصلت، مطنوخة تحركت، مطنوخة غيرت قلبة موازين هذا الشوط في هذا الاندفاع الجميل والرائع. الله سيف بن راشد بن مشروب الكعبي هناك انطلقت على مقدمة الشوط. الله يا الكعبي على هذا المسار، ومع مطنوخة على المركز الأول، بن حلوكة في المركز الثاني مع خطيرة، خطيرة حمد بن سالم بن حلوكة ومطنوخة بالمركز الأول. مطنوخة وخطيرة الثنتين في صراع قوي في أداء جميل في الأمتار الأخيرة. يا سلام يا سلام، المركز الثالث هناك شوف الأسماء قادمة وشوف الشعارات، ولكني أعود إلى المركز الأول، أعود مع خطيرة. حمد بن سالم بن حلوكة على المركز الأول انفردت بالمقدمة، انطلقت بالمركز الأول، مطنوخة في المركز الثاني لسيف بن راشد بن مشروم لكعبي، المركز الثالث لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري اللي هي كدرية. ولكن خلاص يا سلام، خطيرة وهي خطيرة اسم على مسمى، خطيرة في المركز الأول، خطيرة تنفرد بالمقدمة، تباعد بينها وبين المراكز بدون أي توامر، بدون أوامر تنطلق. تهانينا لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة على فوز خطيرة. انطلقت في الأمتار الأخيرة خطيرة، انطلقت في الأمتار الأخيرة، رقصت على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا بن حلوكة، هناك هذه خطيرة، حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة على هذا الفوز، على فوز خطيرة بالمركز الأول وانفرادها عن بقية المشاركين. بينما أشوف المركز الثاني وصلت في تحذير لسلطان بن ناصر بن شافي القحطاني، المركز الثالث، المركز الثالث وصلت في كدرية لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري، المركز الرابع مطنوخة في المركز الرابع اللي هي لسيف بن راشد بن مشروب لك عبي، والمركز الخامس
هكذا المشاهدين العزاء بقية المراكز مع لجنة خط النهاية. نعود إلى خطيرة اللي قدمت الأداء الجميل، 4:37 وجزئين من الثانية. تهانينا لمالكها وهو حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة على هذا الفوز المستحق اللي قدمته خطيرة، بينما وصلت في المركز الثاني نشوف هناك سلطان بن ناصر بن شافي القحطاني. على المركز الثاني مشاهدين العزاء ننتظر حتى تتضح لنا الرؤية على شاشة التلفزيون بالتوقيت الزمني لنعطي المشاركين والمتابعين. هذه مشاهدينا متابعينا الكرام في 4:42 بالوفاء والتمام. تهانينا لسلطان بن ناصر بن شافي القحطاني على هذا الفوز بالمركز الثاني. والمركز الثالث وصلت في كدرية، قطعت المسافة في 4:42 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام الدخول الجماعي على بقية المراكز، نترك ذلك للجنة خط النهاية لتتابع بقية المراكز.